صباح الخير يا متابعين مفتاح الفن الصباحي لشركة وينزل بروكر. أنا مالكو كريم عيد، اليوم 2 فبراير 2021، وهنتكلم مع بعض في الفيديو بتاعنا عن أسعار الذهب. تداولات محايدة واستمرار الحالة طبعا العرضية لأسعار الذهب، وده راجع أكيد في المقام الأول لتضارب الأسواق وحالة الأسواق ما بين شهية المخاطرة وارتفاعها في بعض الأحيان، والبعض الآخر طبعا بيلجأ لملاذات الأمانة، ولذلك ده أكيد نتيجة ضبابية الأسواق الموجودة على الساحة العالمية. اكيد نتيجه كثير من المؤثرات زي فيروس كورونا، انتشار فيروس كورونا وجائحه فيروس كورونا بشكل كبير، وتاثيرها على الدول بشكل مختلف وانتشارها حتى بشكل مختلف داخل بعض الدول، كل ده مأثر بشكل كبير على سعر الذهب. امبارح ما كانش عندنا غير بيان وحيد من شانه انه يؤثر على الاسواق، وهو مؤشر مديري المشتريات الصناعي الصادر عن معهد اداره التوريدات الاي اس ام الشهري شهر يناير، اللي جاب نتيجه اسوا من المتوقع 58.7 وكان متوقع ل 60، ولكن الدولار الامريكي تعادل بشكل ايجابي، ولذلك ضغط على طبعا اسعار الذهب زي ما تابعنا خلال تداولات امس. دي كانت اهم البيانات واهم الاخبار، وذلك خلونا ننتقل مع بعض ونشوف الشارت توقعاتنا ليه على مدار اليوم النهارده. احنا شايفين طبعا اداء العرضي والاداء المحايد بالكامل للذهب خلال شهر يناير باكمله ما بين 1870 وما بين 1830، ده طبعا بالنسبه للذهب اختناق كبير جدا. كل الاشارات اللي بتظهر ما بتكونش مؤكده، لان ده ما ذكرنا لحضراتكم اي اشاره بتيجي من مؤشر في اتجاه عرضي ما بيكونش ليها تاثيرها، ولكن الاتجاه الاكثر توقعا في الوقت الحالي هو عوده مره اخرى للاتجاه الصاعد طالما هو اعلى ل 1851، ولكن بشرط كسر 1870 عشان يروح لل 95 وراها ال 1915، مره ثانيه كسر ال 70 وراها ال 95 وراها ال 1915، السيناريو الاخر المعاكس واللي طبعا اكيد مش مستبعد خلال الايام القليله الماضيه هو كسر 1830 وراها ال 10 وبعد كده ال 1787. وبكده نكون وصلنا لنهايه الفيديو، بتمنى لكم اكيد يوم تداول الايام، وبشكركم على حسن متابعتكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.